صلاح وماني يعني الاسمين خلاص يعني بعد خروج الاسامي الكبيره كلها واخرهم المغرب وحكيمي والمجموعه كلها، صلاح بقى بيتالق مع مصر بشكل كبير جدا، وماني النهارده مع السنغال عامل مباراه كبيره. هي قصه وهنشوفها كتير يعني الفتره الجايه. اتمنى ان شاء الله يبقى الماتش النهائي يبقى بين الاثنين دول، بين طبعا مصر والسنغال وبين الاثنين دول عشان قبل الموقعه بتاعتنا. بس الاثنين لعيبه تقال واثنين لعيبه يستاهلوا واثنين لعيبه نماذج وبيدوا صوره ورساله ازاي الناس دي بتموت نفسها مع منتخب مصر. مش معنى مثلا فتره نخسر او وحشين او الكلام ده يقول لك ده اللعيب، مثلا كنا بنسمع الكلام ده قبل كده سواء على صلاح او قبل كده حتى، يقول لك ده بيلعب بره غير جوه وبيخاف على نفسه ومش عارف ايه الكلام ده كله مش في الكوره سيف. واللعيبه في الاخر مش الات مش مكن، يعني انت الظروف غير الظروف واللعيبه غير اللعيبه والاجواء غير الاجواء. وانت لما تلعب مع واحد كل يوم بتتمرن معاه ومع لعيبه بتلعب معاهم كل يوم غير لما اشوف لعيبه كل شهرين اسبوع مثلا، فالموضوع بيختلف يعني. بس الروح هي الروح، الناس بتقاتل، الماني ده بيقاتل عشان ياخد بطوله لبلده، محمد صلاح بيموت نفسه وشايل مسؤوليه وكابتن فرقه والحاجات دي شفناها وشفنا مواقف. يعني حتى في موقف لما وصلنا ضربات جزاء وهو بيسال اللعيبه، الحاجات دي كلها بتاعت كابتن فرقه خايف ومتحمل مسؤوليه. فصلاح حاجه فخر لينا كلنا، وان شاء الله اتمنى ان ربنا يكرمه